مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم من جديد إلى غرفة الأخبار وبتحديد إلى فقرة ضيف الغرفة. إذن انطلقت الحملة الوطنية التحسيسية لفائدة مليون طالب حول المقاولاتية، وذلك عبر كافة جامعات الوطن. الحملة التحسيسية التي ستكون على مدار 3 أيام ستتضمن محاور المقاولاتية الابتكارية، المؤسسات المصغرة وقصص نجاح في هذا المجال. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الموضوع سعد باستضافة الأستاذ داودي عبد الجبار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. أهلا بكم سيدي وشكرا على قبولكم الدعوة. شكرا لك على الاستضافة الكريمة. أهلا بك. كما ذكرت قبل قليل انطلقت هذه الحملة الوطنية التحسيسية حول المقاولاتية لفائدة الشباب والطلبة بالجامعات، ربما لو نتحدث أكثر حول هذه الحملة الوطنية. بالفعل تم إطلاق أو انطلاق يوم أمس حملة تحسيسية لفائدة مليون طالب جزائري حول روح المقاولاتية والإبداع والابتكار. كان السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلن يوم الخميس في خلال زيارته لجامعة مستغانم أن هذه الحملة تستهدف مليون طالب، أي مليون طالب من مختلف التخصصات المنتشرين عبر جامع ربع الوطن. تأتي هذه الحملة الوطنية بالتنسيق والشراكة مع وزارة الاقتصاد والمعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، خاصة أننا الآن اليوم نعمل في تناغم وانسجام تام مع وزارة الاقتصاد والمعرفة، خاصة أنه فيه عمل مكمل ويعكس كذلك التضامن والتكافل بين القطاعات الوزارية ضمن داخل الحكومة. اليوم ضمن هذا الأسبوع العالمي للمقاولاتية ارتأت الوزارتين تنظيم هذه الحملة التحسيسية لزرع وكذلك ترسيخ وتعزيز ثقافة المقاولات وكذلك حتى ريادة الأعمال لدى الطالب الجزائري، خاصة أننا لمسنا كثيرا أنه من خلال الخرجات الميدانية والزيارات المتعددة لمختلف المؤسسات الجامعية، سواء كانت جامعات مركز جامعية أو حتى المدارس المنتشرة عبر كامل ربع الوطن، أنه في حس وثقافة جديدة تولدت لدى الطالب الجزائري، لأنه فكره تنقل من الفكر اللي كان يتوجه مباشرة بعد نيله شهادته سواء ليسونس أو ماستر عمل كان يتوجه للقطاع الخدماتي. اليوم أصبح هو أكثر لديه فكر إنتاجي خالق للثروة من خلال سواء الاندماج في مشروع 1275 أو قرار 1275 الهادف إلى مؤسسة الناشئة ومذكرة التخرج أو براءة اختراع، واللي تمكنه بعد مناقش مذكرته من حوزي أو حيازتي واسم مشروع مبتكر لتكملة مساره كمؤسسة ناشئة. ومن لم يسعف الحظ إنشاء مؤسسة ناشئة والتحصل على واسم مشروع مبتكر يتوجه إلى إنشاء مؤسسة مصغرة. هذه مؤسسة الناشئة ومؤسسة المصغرة كلها راح تساهم لها محالات في إطفاء حركية وديناميكية اللي تشهدها الحركية الاقتصادية للبلد، وطلب الجزائري اليوم لهم كلمتهم التي يقولونها في هذه المعادلة الاقتصادية والتي هم عامل أساسي، خاصة أنه اليوم الدولة تعول كثيرا، خاصة أن السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أكد في عديد المرات وفي عديد مجالس الوزراء أنه جعل من الجامعات قاطرة للتنمية الأداء، عبر عن ذلك في التزاماتها 54. واليوم وزارة التعليم العالي جسدت أولا ونفذت برنامج الحكومة وكذلك جسدت التزامات السيد الرئيس في جميع نقاطها، خاصة هنا إذا عرفنا وإذا كانت فيه قراءة الالتزامات أنه فيه الجامعة كانت مستها ما يعرف اليوم بعشرة زائد واحد التزام، التزام كامل من 8 نقاط للجامعة الجزائرية، والالتزامات العشرة الأخرى فيها بطريقة غير مباشرة الجامعة تلعب دور في هذه الالتزامات. إذن الجامعة لها اليوم أصبح دورا محوريا في المعادلة الاقتصادية وفي معادلة التنمية، والفاعل الأساسي هو الطالب الجزائري من خلال إنشاء هذه المؤسسة سواء كانت مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة. يعني قبل منذ أكثر من 3 سنوات ونحن نتحدث عن المقاولاتية، نتحدث عن إدخال الشباب ليصبح محور في الاقتصاد الوطني، ربما لو نتحدث على أهمية المقاولاتية سواء للاقتصاد الوطني اليوم وأيضا للشاب أو الطالب بحد ذاته. بالفعل لها دور كبير وأهمية كبيرة، خاصة أنه كان منذ أسبوع كان فيه حدث مهم جدا
احتضنته المدرسة العليا للتجارة بالقلاع، وإن كان فيه جميع الطلبة اللي كانوا اللي ينتموا لمختلف المدارس العليا بالجزائر، نظموا صالون ومنتدى التقوا فيه حاملي الأفكار الابتكارية من الطلبة مع أصحاب المؤسسات الصناعية والاقتصادية. هذا النسيج وهذا التبادل بين سواء أولا الأفكار، وكذلك كان فيه طرح شراكات وطرح حتى فيه عقود عمل متبادلة للتسهيل. اليوم هذه الأفكار ما بقاتش فقط حبيسة أدراج رفوف المكتبات اللي كان أنه كنا نلمس في وقت مضى، مشاريع التخرج كانت تبقى حبيسة أدراج المكتبات ورفوف المكتبات. اليوم هذه المشاريع اليوم أصبح فيه اهتمام كبير من المتعاملين الاقتصاديين، خاصة في ظل التفتح التي تشهده الجامعة الجزائرية. اليوم الجامعة الجزائرية أصبحت متفتحة أكثر على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، هذا أسمح من جلب وتقارب كبير بين النسيج الاقتصادي والصناعي وكذلك الجامعة، معبرا سواء في أساتذتها وحتى اليوم العنصر والمحرك الأساسي وهو طالبا من خلال المشاريع الابتكارية التي يحملونها. في القلعة كان فيها حركية ديناميكية كبيرة شهدتها هذا المنتدى وهذا اليوم، اللي كان فضاء مفتوح للمتعاملين الاقتصاديين مع الطلبة، وكانت فيه فكرة جديدة حتى فيه كانوا هذو المتعاملين الاقتصاديين عرضوا والصناعيين عرضوا على أصحاب هذه الأفكار الناشئة تبني أفكارهم على شكل أنه يقوموا ببعض المناولات. إذن اليوم فكر المناولة أصبح كذلك فكر جديد ومخرج لهذه المؤسسات أو لهذه الطلبة حامل الأفكار، خاصة أنه هذه المشاريع تحمل في طياتها وفي أنها هي عبارة عن حلول لهذه المشاكل الاقتصادية والصناعية، في بعض الأحيان حلول ابتكارية التي كان يبحث عنها هذه المصنعين الاقتصاديين. يعني نشوفوا عمل تشاركي بين أصحاب الأفكار وأيضا أصحاب المشاريع اللي يحتاجوا بعض الحلول يجدونها عند الطلبة اللي اليوم يخرجوا بأفكار ابتكارية. بالفعل اليوم هذه الشراكة مبنية على مبدأ رابح، أي المصنع رابح وكذلك الطالب من خلال أفكاره ومن خلال إنشاء مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة، راح عن طريق المناولة راح كذلك يجسد أفكاره وكذلك راح تسمح له بكسب من كثير من الخبرة وتقديم هذه الحلول على شكل اللي كانت مجرد فكرة اليوم أصبحت منتوج مصنع قابل للتسويق، وهذا هو ما تسعى إليه الدولة من خلال إنشاء هذه المؤسسة الناشئة والمؤسسة المصغرة، والتي يعتبر الجامعة تعتبر مهد لهذه الأفكار الإبداعية والابتكارية. خاصة ربما نشوف هذا الأمر من خلال التخصصات الجديدة اللي وضعتها اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة الجدد، نشوف تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل اليوم، تتماشى مع ربما التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر. بالفعل الجامعة الجزائرية تواكب وتحين من حين إلى آخر برامجها التكوينية حتى تكون في مستوى تطلعات أولا شبابنا الطلبة المتكونين واللي راح على بعد سنوات راح يصبحوا إطارات مستقبلية للدولة، وهم أصحاب مؤسسات ناشئة أو مؤسسات مصغرة، أو حتى يكون راح يكون لما لا يكون لهم شأن كبير في النسيج الصناعي. الجزائر والجامعة الجزائرية ليست في منأى عما يصير في سواء جهويا في محيطها الجهوي أو حتى قاريا أو حتى في العالم. كما سبق وذكرت سيدتي الكريمة أنه إدراج هذه التخصصات الجديدة يدخل ضمن هذا الإطار، وهو مواكبة وتحيين وتكتيف وتعزيز أولا بعض التكوينات وكذلك إدراج تكوينات جديدة تتماشى مع متطلبات السوق العالمي، خاصة أنه اليوم الاقتصاد أصبح مبني على اقتصاد المعرفة، والمهن اليوم أصبحت غير المهن التي كانت في السابق، المهن الكلاسيكية اليوم أصبح ما يعرف بمهن الغد. مهن الغد ترتكز أساسا على المعرفة، ترتكز أساسا على الإعلام الآلي الكمي، ترتكز على الذكاء الاصطناعي وعلى الرياضيات، إلى تخصصات علمية تقنية تكنولوجيا، دون أن نتناسى ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية. لكذلك هي من دورها نشاهدنا هذه السنة ضمن قرار 1275 أنه كثير من الطلبة الذين يدرسون في ميادين العلوم الاجتماعية والإنسانية هم كذلك بادروا، وكانت لديهم حصل كثير منهم على وسم مشروع مبتكر. إذن يعني هذا التغيير والتشجيع
التشجيع وأيضا تغيير في نظرة الطالب للتخصصات. بالفعل تغيير في التخصصات، تغيير في الذهنية، وفيه ثقافة جديدة لدى الطالب الجزائري، ولمسنا ذلك من خلال التوجهات وإقبال الكبير للطلبة على التخصصات الجديدة التقنية والتكنولوجية، كان بنسبة تفوق 36% مقارنة بالسنة الماضية، حيث أنه هذه السنة ما يقارب 51% من حاملي شهادة البكالوريا الجديد توجهوا للتخصصات والميادين التكنولوجية والتقنية. اليوم هذه الثقافة نابعة من المجهود، أولا المجهود الكبير اللي بدلته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشراكة أيضا مع وزارة الاقتصاد والمعرفة ومؤسسة الناشئة، أولا لتبسيط فكرة المؤسسة الناشئة، تبسيط وتعميمي وترسيخي ثقافة المقاولية وروح الابتكاري وريادة الأعمال لدى الطالب الجزائري. ومش بعيد أنه هذه السنة ما راحش يبقى سر، نستهدف اليوم يوم مضاعفة عدد ما تحصل عليه من مشاريع أو وسم مشروع مبتكر ومؤسسة المصغرات في الطبعة أو النسخة الأولى 10 أضعاف السنة الماضية، حيث تحصلنا السنة الماضية على أي، وإحنا مازلنا في طور مناقشة المشاريع التي تخدم ضمن إطار مشروع 1275 أنها تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2023. إلى غاية اليوم المعلومات أو المعطيات اللي راح نعطيها لك الآن سيدتي هي معطيات اللي في 30 سبتمبر وصلنا إلى 30 وسم مشروع مبتكر وأكثر من 756 مؤسسة وصغارة قابلة للتسديد على أرض الواقع، وأكثر من 1063 طالب براعة اختراع. نتمنى من هذا الطالب 1063 طالب براعة اختراع، نتمنى أن على الأقل 20 أو 30% تحصل على براءة اختراع. يعني خلال هذه الأرقام أستاذ داودي، ربما هل ممكن نقوله أنه مجهودات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كي أتت بثمرها، أتت بثمارها على أرض الميدان، أتت بثمارها على الشباب وأقنعتهم من التغيير ربما ذهنية الشاب العامل إلى شاب منتج؟ بالفعل هذه أول ثمار السياسة التي انتهجتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وخاصة وأنه اليوم في إرادة سياسية قوية في البلد عبر عنها رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون أنه يدعم وكذلك يساند كثيرا الطلبة حاملي الأفكار الابتكارية من خلال الفضاء البيئي أو مناخ البيئي للريادة الأعمال والمقاولة. اليوم في تحفيزات كثيرة سواء جبائية أو حتى تحفيزات مالية لهؤلاء الطلبة، لأول مرة رحنا نشوفه فيه قانون خاص بالطالب المقاول، حتى الجامعات كيفت توقيتها مع هؤلاء الطلبة ومع هذا الفكر الجديد، خاصة أنه يمكن الآن للطالب أنه يكون طالب يزاول دراسة ويكون ينشئ مؤسسته الناشئة، كون الابتكار ليس مرتبطا بشهادة أو مرتبط بالتحصل شهادة جامعية، يمكن للطالب أثناء تكوينه ومساره التكويني في الجامعة يمكنه أن ينشئ مؤسسته الإنشائية شرطة أن تكون له فكرة ابتكارية جديدة وإبداعية. إذن هذا في حماس كبير لدى الطلبة، شيء مفرح من خلال عدد المشاركة في اليوم الأول، لمسنا في جامعة البليدة، ندية، حتى تمراست، سعيدة، تلمسان، وهران، بومرداس، البارح بالجزائر العاصمة، مختلف المدارس، معدل من 2500 إلى 3000 طالب تم تحسيسهم يوم أمس. إذا هذا الهدف 3000 طالب بكل مؤسسة جامعية، والعدد مؤسسات جامعية 114 مؤسسة جامعية على مدار 3 أيام، نكون تعدينا عتبة 1 مليون طالب جزائري. ما لمسناه يوم أمس هو شيء إيجابي، كانت فيه مؤشرات إيجابية من خلال إقبال أولا الطلبة على هذه الورش، خاصة أنه الحملة التحسيسية سوف تنقسم إلى 3 أيام، اليوم الأول خصصة للمقاولة مقاولتي الابتكارية، اليوم الثاني وهو المقاولة الكلاسيكية أو المؤسسة المصغرة، واليوم الثالث يكون يوم غد إن شاء الله سوف يكون عبارة عن قصص نجاح وعرض تجربة لمن كانوا بالأمس طلبة واليوم هم أصحاب مؤسسات ناشئة، أصحاب مقاولات كبيرة لها الدور. اليوم تمكننا خلال يوم أمس من تحسيس 3000، معدل 3000 طالب بكل مؤسسة جامعية، هذا يخلينا متفائلين وكذلك يعكس
اهتمام كبير لدى الطالب الجزائري بالجانب المقاولتي، الجانب الابتكاري، خاصة أنه فيه بيئة ومناخ ريادي يحفز الطالب الجزائري على الخوض أو خوض هذه التجربة، خاصة أنه فيه إرادة سياسية متواجدة، الشريك الصناعي والاقتصادي لديه كذلك رغبة كبيرة في التعاون وأبدأ رغبة كبيرة في التعاون والشراكة، المنتوج كذلك إذن كلش جميع الظروف مهيئة لإنجاح هذه المشاريع، لإنجاح وجعل مؤسسات الناشئة رقما صعبا في المعادلة الاقتصادية. ربما أستاذ داودي، ربما قبل قليل تحدثت عن الفكرة الإبداعية وتحدثت ربما عن المؤسسات الناشئة والأفكار التي تساهم. اليوم العديد ربما من الطلبة عندهم الأفكار، عندهم الرغبة في دخول عالم المقاولتية، لكن ربما ما هي المعايير اللي ممكن الطالب يطبقها على الفكرة بتاعه من أجل أنه يشوف أن إذا أنها فكرة منتجة، فكرة مساهمة وفكرة مبدعة؟ بالفعل حتى تكون في مؤسسة ناشئة يجب أن تكون فكرة إبداعية وفكرة ابتكارية، لهذا لمعرفة سواء كانت الفكرة إبداعية أو يمكن تجسيد هذه الفكرة على أرض الواقع راح يكون فيه نموذج أم لا، راح كاين على مستوى كل مؤسسة جامعية حاضنة أعمال، كاين مرافقة، كاين مركز تطوير المقاولتية، فيه فريق كبير ولجان كبيرة تعمل على مرافقة ومساعدة الطلبة من أول يوم للفكرة حتى نضج الفكرة حتى آخر يوم للحصول على سواء الوسم لابل مشروع مبتكر. إذن فيه هيئة ولجنة وفريق مختص في مرافقة الطالب منذ اليوم الأول إلى غاية نضج الفكرة وتحصله على وسم. طيب أستاذ أبدي، كسؤال نختم بهذا النقاش، قبل قليل كنت تتحدث عن مرافقة الجامعات لطلبة وليشباب الذين يريدون دخول ربما عالم المقاولاتية ولم يسعفهم الفرصة لحضور ربما هذه 3 أيام. الأكيد أنه هناك مراكز تكوين داخل الجامعات، هناك منصة رقمية خاصة بهذا الأمر من أجل أخذ ربما كل المعلومات، من أجل التواصل وأخذ ربما المعطيات التي يجب أن يعرفها الطالب الجامعي من أجل دخول هذا العالم. بالفعل اليوم جميع مؤسسات الجامعية والتعليم العالي تحتوي على فضاءات خاصة بمرافقة هؤلاء الطلاب، سواء كانت مراكز تطوير المقاولاتية حاضنة أعمال أو حتى مراكز الإبداعي والابتكار لمختلف المؤسسات الجامعية. اليوم فيه أكثر من 94 حاضنة أعمال منتشرة عبر ربع الوطن، فيها أكثر من 20 دار الذكاء الاصطناعي، مراكز التنمية والإبداع، مراكز الإبداع والابتكار، كذلك هي تفوق 87 مركز على المستوى الوطني. جميع الأسرة الجامعية مسخرة ومجندة لمرافقة الطلبة حاملي أفكار الإبداعية الجديد هذه السنة، وقد أوزع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمختلف مدراء المؤسسة الجامعية أن يكون في فضاءات مفتوحة مع أربابي وأصحابي شركتي من خلال جعل فضاء ما يسمى بمقهى الأعمال يلتقي فيه أصحاب الأفكار الإبداعية والأفكار ذات أو اللي راح تكون على شكل مؤسسة ناشئة مع أرباب الأعمال وهذول المصنعين والفاعلين في النشيد الصناعي على المستوى المحلي لكل ولاية ومدينة جامعية. أولا راح تكون فرصة لتبادل الأفكار، لتبادل الخبرات، وراح كذلك يطلع هؤلاء الطلبة وأصحاب الأفكار الأفكار المبدعة على احتياجاتي وبعض المشاكل التقنية التي تعرض لها هذول المصنعين الاقتصاديين. ربما أيضا من خلال معرفة المشاكل ممكن الخروج بأفكار. بالفعل وراء كل مشكلة راح فيه طلبة يطرحوا مجموعة من الحلول لهذه الحلول تتبنى من بعد من طرف هؤلاء المصنعين. راح اليوم العلاقة راهي مبنية في علاقة ثقة بين المصنعين الاقتصاديين والجامعة ومختلف الفواعل الجامعية. هذه العلاقة راح تسمح بتوطيد العلاقة التبادل، علاقة مبنية على أساس ربح ربح، وهذا كله راح يعود بالفائدة أولا على الاقتصاد الوطني، راح تكون
فيه كذلك المساهمة الفعلية في الحركية الاقتصادية والتنمية المحلية سواء الوطنية التي تشهدها البلد، ونعول كثيرا وكذلك السلطات العليا للبلد تعول كثيرا على الجامعة الجزائرية، تعول كثيرا على الطلبة، هم أصحاب الأفكار، خاصة أنه اليوم الطالب الجزائري الطالب الشاب أثبت جدارته في هذا المجال، أثبت جدارته أنه لما تعطيله ربما تفتح له الفرصة، تعطيله تهيئ له كل المناخ، يخرج لك بالعديد من الأفكار الابتكارية والأفكار والحلول اللي تساهم وتساعد على الدفع بالاقتصاد الوطني اليوم. بالفعل اليوم التكوين اللي تطرحها المؤسسات الجامعية للطلبة يمكنهم أولا من احتلال المرتبة الأولى، خاصة أن هذه السنة سنة 2023 كانت سنة مثمرة، سنة جيدة جدا من خلال النتائج التي أحرزها الطلبة في مختلف المسابقات الدولية. تحصلت الجزائر على المرتبة الأولى في الصين في مسابقة التكنولوجيات الحديثة، المرتبة الثالثة في المونديال العالمي للرياضيات، ساهموا طلبة في إطلاق صاروخ بالولايات المتحدة، ضف إلى ذلك المسابقة حتى المسابقة الرياضية تميز طلبتنا. الجامعة الجزائرية كذلك خطت خطوات كبيرة، احتلت مراكز الأولى مغربيا وعربيا في التصنيفات الدولية الجديدة، هذا الشيء لم يكن في السنوات الماضية. اليوم فيه فلسفة، فيه ثقافة جديدة، رؤية جديدة للقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فيه نتائج ملموسة، ولكن هذه أولى الثمار التي نجنيها. الطريق نحن على طريق صحيح، ولكن الطريق ما زال طويلا، ولكن نواصل بنفس العزيمة والوتيرة التي بدأنا بها السنة الماضية. هذه السنة سوف تكون سنة تمكيني، سنة تجويدي للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك راح إبراز قدرات لتسخر بها الجامعات الجزائرية سواء لباحثين وأساتذة، خاصة الجزائر تسخر بخيرة الأساتذة واللي يشرفون على تكوين مختلف الطلبة، وسواء حاملة أفكار الابتكارية أو اللي راح يكونوا إطارات المستقبلية للبلد. إذن البلد تعول كثيرا على الجامعات الجزائرية، الوزارة تجعل جميع الإمكانيات بين أيدي الطلبة وكذلك الأساتذة والمعطرين والباحثين لإنجاح هذه العملية ومسيرة البناء والجعل من الجامعة الجزائرية رقما صعبا حقيقيا في المعادلة الاقتصادية. أكيد. شكرا لك أستاذ أفدي عبد الجبار مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا لكم على حضوركم معنا اليوم وبالتوفيق. العفو سيدتي الكريمة. إذن مشاهدينا كانت هذه فقرة ضيف الغرفة ضمن غرفة الأخبار التي تبقى متواصلة بعد هذا الفاصل.